حياكم الله شباب، معكم حارب الصحراء في فيديو جديد. قبل كل شيء شباب لا تنسون اللايك والاشتراك في القناة ونشر الفيديو، الله يسعدكم. زي ما تشوفون الفيديو اليوم متى راح ينزل التحديث القادم، متى راح نشوف التحديث القادم. بما ان الاغلب يسأل يقول متى راح التحديث ينزل او متى مدري ايش ومن هالكلام، طبعا انا راح اختصر الفيديو يا شباب. طبعا احنا بالعادة في وور ثاندر ينزل عندنا خمس تحديثات في السنة، معنا خمس تحديثات ما تتعدى الخمس، خمس احيانا ونص اذا في تحديث بونص، انا اعتبره بونص اللي يكون تحديث بسيط زي تحديث اللي هو مارينا ماريا الظاهر، اتوقع اللي هو شجرة ايطالية اللي افتحوا البحرية ومدري ايش السي بي تي البيتا، اشياء بسيطة ما هو ذاك التحديث اللي يقول واو او ماي جاد، لا لا ما بحب تحديث بسيط، انا اعتبره بونص، هو بونص زي تحديث شهر ابريل يكون شيء بسيط، يعني ما في شيء يعني قوي تحديث يعني مركبات قوية، لا 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 يكون بسيط. فليش بينزل خمسة ونص؟ هذا على حسب يعني، هذا ترى تخمين من عندي يا شباب، هذا الاستنتاج هذا ترى من عندي يعني على حسب يعني خبرتي في السنة اللي راحت. السنة هذه زي ما قلت نزلوا اللي هو خارطة الطريق 2024، فهم نزلوا تكلموا عن الاصلاحات القادمة وراح ومتى ما راح ايش الاشياء اللي ينزلونها وش اللي راح يصير. فانا زي ما قلت لكم يمكن احتمال نوصل 5.5 أو 6 اللي يكون هو بونص بس، لكن التحديثات الاساسية هي 5 اساسي يعني ثابت شيء ما يتغير الا بقدرة قادر، يعني يمكن جايجين يغيرون عاد بعدين ينزلون في السنة معنا 8 تحديثات تكون بسيطة يعني كل شهر كل شهر. طبعا زي ما قلت يمكن احتمال نشوف بونص اللي هو اصلاحات 2024 خارطة الطريق، اللي هو زي ما قلتكم راح يصلحون التو اس 38 البريميوم، وايضا اشياء اضافية خارطة الطريق والتعديلات ومدري ايش من هالكلام اللي نزلوها قبل، اللي يذكر في تحديثات الفيديوهات اللي راحت، الفيديوهات اللي نزلتها عن خارطة الطريق والكلام اللي صار. فاحتمال زي ما قلتكم نشوف بونص، احتمال هذا من عندي. طبعا انا زي ما اقول لكم عندنا خمس تحديثات اللي هو مارس واللي هو نهايه مايو وبدايه يونيو، وعندنا اغسطس اللي راح ممكن في بونص زي ما قلت، هذا احتمال ممكن ما نشوف، وعندنا سبتمبر وعندنا اكتوبر ونوفمبر، وعندنا اللي هو نهايه اكتوبر او توقع بدايه في نوفمبر، وعندنا ديسمبر. اوكي يا شباب هذه خمس تحديثات ثابته، خلوها في العقل يعني على طول ثبتها دايركت السنه اللي الله احيانا ان شاء الله في السنه القادمه نفس السيناريو نفس الروتين، اذا هم نزل قاجل نفس السيناريو نفس الروتين. طبعا الاغلب يطفش يقول ليش التحديثات بدايه السنه تطول ومدري ايش من هالكلام، وليش بينه وبينها يعني ايام طويله يعني شهرين ونص توصل الحين 3 شهور. طبعا انا اقول لك ليش التحديثات القويه متى تظهر؟ تظهر في متى يا شباب؟ في سبتمبر او ديسمبر. طبعا بداية الشهور او بداية السنة تحديثاتها تكون بسيطة يعني بالعادة تكون كابي بيست زي التحديثات اللي راحت الفائتة، تكون تحديثات بسيطة كابي بيست، هذه بريميوم ليبرد سويدية وهذه مدري ايش بسيطة يعني ليبرد موجودة بس حطها هنا وهنا بس غير اللون بس وهي نفسها اساسا تحديثات بسيطة. لكن الشغل متى يظهر؟ في سبتمبر وديسمبر، هنا يظهر الشغل الصح، هنا يظهر اللي هو لطعة جايجن حقت الشهور اللي راح المطورين شغلهم، لان هم يشتغلون دحين يعدلون على المودل المركبات الجديدة ويطورون ويشوفون. على سبيل المثال في سبتمبر وشفنا في العام اللي راح واللي قبله واللي قبله، طبعا سبتمبر نزل فيها شباب اللي يذكر في تحديث اللي هو 1.73 او 77 ما ادري والله مرة قديم. طبعا نزل اللي هو الحقبة الجديدة اللي نيو ايرا اللي هي T64 والام 60 رايس، وايضا نزل نايت فيجن الاشعه ليليه، صرنا نستخدم الاشعه الليليه في المركبات هذه في سبتمبر يا شباب، وايضا نزل الفايكنج مدري ايش فايل فايكنج اللي هو شجره السويديه وايضا شجره صينيه معها، هذا في سبتمبر يا شباب. ايضا ديسمبر يا شباب ترى عندنا بعد تحديث قوي يكون بالعاده قوي، يكون بالعاده قوي، اذا ما شفنا في سبتمبر بنشوف ان شاء الله في ديسمبر او في اللي بعد عاد ان شاء الله. هذا زي ما قلت تخمين من عندي، فما ادري ممكن يغيرون جايجن في الخطه، فانا زي ما قلت هذا استنتاج من عندي على حسب الخبره يعني في وور ثاندر يعني. فزي ما قلت سبتمبر بالعاده يكون في تحديث قوي قوي، هذا دائما تنزل في تحديثات القوي، هنا يظهر الكلام الصح في وور ثاندر. طبعا وش التغييرات اللي بتصير؟ ممكن نشوف حقبه جديده من الأسلحة من مركبات أرضية من أشياء زي ما قلتكم حقبة جديدة يعني تطور يعني ما هي في اللعبة من أول يعني، فممكن يضيفون أشياء قوية يعني
زي ما قلت يعني ما هي موجودة من أول لعبة، هم يضيفونها عاد، يجيبونها من يعني إضافة قوية زي نظام الأشعة الليلية ونظام مدري إيش درون ونظام مدري وش هو كذا، يكون تحديث قوي يعني. طبعا وزي ما قلت لكم هو تراها عندنا في السنة 5 تحديثات فأبدا ما تتغير. طبعا هنا شخص اسمه جزبي أو جزبي، طبعا الشخص هذا ما شاء الله عليه يعني أشكره الصراحة يعني. فزي ما قلت يا شباب ترى من لا يشكر الناس لا يشكر الله، طبعا نشكره حتى لو ما نعرفه. طبعا هو زي ما تقول منجم أو يطلع دايت مايند من وور ثندر، يطلع الأشياء السرية والملفات، يسرب الأشياء في داخل اللعبة، يدخل في ملفات اللعبة ويطلع الأشياء. طبعا مصادر هذا ما شاء الله هي موثوقة، ودائما ينزل برينت ومتى راح تكون تحديثات ومتى معنا في السنة تحديثات، وينزل الأشياء اللي فائتة ومدري إيش، ينزل استبيان كامل. طبعا أنا راح أحط الرابط حقه في الديسكريبشن تحت، وراح تشوفون فيه أشياء الديفلوج ومدري إيش ومثل الكلام، وأنتوا عدوا بكيفكم شيكوا. طبعا زي ما قلت الشخص هذا ما شاء الله عليه يعني يسرب الأشياء من اللعبة ويطلع الأشياء، وما هو أكيد شوفوا ترى ما هو شيء. طبعا هو ينزل أشياء، يشوف الأشياء اللي يشوفها ينزلها، لكن جايجن ما هو شرط انها راح تنزلها. الاشياء اللي تشوفون ترى ما هو شرط انها راح تنزل، ممكن تتخلى في اللعبه زي ما قلت، ترى جايجن ما تنزلها، ممكن تكنسلها خليها في ملفات اللعبه لين يشوفون لها صرف عاد بعدين. فهو الشيء اللي يشوفه ينزله فقط لا غير، سواء اكواد سواء مودل سواء متى التحديث سواء ديفلوج متى راح نشوف كذا. نجي الكلام متى التحديث القادم. التحديث القادم ان شاء الله احيا ان الله احيانا راح يكون في بداية يونيو أو نهاية مايو. طبعا احتمال إن شاء الله بإذن الله إن إذا ما خاب ظني نشوف ديفلوج يوم الجمعة هذه إن شاء الله. من تسجيل المقطع ممكن بعد بكرة راح نشوف الديفلوج اللي هو نزلنا مركبة، سواء طائرة سواء دبابة سواء يعني أي شيء، يعني بكذا انت راح تدري ان خلاص التحديث القادم قريب. يعني من بعد الديفلوج يمكن اسبوع او اسبوعين او اسبوعين ونص راح ينزل التحديث، يعني نقول ان شاء الله في بداية يونيو. وزي ما قلت يا شباب ترى هذه الاشياء ثابتة في وور ثندر في قائمة اللي هي جايجن 5 تحديثات يعني في السنة ما تتغير، ثابتة ما استحي تتغير الا عادهم اذا نزلوا استبيان او قائمة احنا راح ننزل كذا 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 كذا. فزي ما قلت لكم ترى هذا من عندي واستنتاج من عندي. طبعا بالاشياء اللي انا يعني جربتها واللي مرت علي، وزي ما قلت العلم بيد الله يعني ترى ما في شيء اكيد، لكن يعني زي ما قلت لكم بما ان الاغلب يسال متى التحديثات القادمه. طبعا كذا يا شباب نصل نهايه الفيديو، اتمنى ما قصرت في شيء، واللي عنده اي استفسار او اي شيء يكتب في الكومنت، وان شاء الله نشوفكم في فيديو اخر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.